للبرميل. نظمت مؤسسة شباب بتحب مصر مسيرة صباح اليوم قبل 24 ساعة من انطلاق قمة المناخ تحت اسم شعلة العدالة المناخية الطريق إلى كوب 27، وذلك بمشاركة الاتحاد الإفريقي. وتحركت المسيرة في شارع السلام بمشاركة شباب من عدة دول مختلفة متجهة إلى المنطقة الخضراء أمام المركز الدولي للمؤتمرات بمقر انعقاد المؤتمر. وقال رئيس مؤسسة شباب بتحب مصر إن الهدف من المسيرة هو مطالبة العالم بالنظر لاحتياجات القارة الإفريقية في عدد من الدول.